بعد 3 سنوات من التعثر نجح الكنيسة مؤخرا بتمرير الميزانية العامة، ميزانية هي الأكبر في تاريخ الدولة، وبهذا تكون الحكومة قد أزاحت عن خاطرها أكبر هاجس يهدد بقائها. ميزانية تحمل في طياتها وعودا تبدو وردية للمجتمع العربي من ناحية، وبنودا أخرى ترسخ كابوس العنصرية والاحتلال. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حوار جديد من حوارات الساعة، والذي نخصصه هذا المساء لمناقشة الميزانية الإسرائيلية الجديدة وانعكاساتها على الساحة السياسية. ونبدأ هذا الحوار مع السيد مازن غنايم عضو كنيسة عن القائمة الموحدة. أهلا بك أستاذ مازن. بعد 3 سنوات تم تمرير ميزانية في إسرائيل في الائتلاف الإسرائيلي، يعني تشمل هذه الميزانية خطة اقتصادية وخطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. أولا دعنا نبدأ من الخطة الاقتصادية، ما هي الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي وما هي أبرز بنود هذه الخطة؟ في البداية مساء الخير لإلك أختي، للإخوة المشاهدين. طبيعي أنا كان إلي الفخر لمن كنت رئيس لبلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، وكنت واحد من بناء الخطة الخماسية 922 بمبلغ قدره 15 مليار شيكل. المؤلم أنه لم يستغل من ال 15 مليار شيكل إلا 5 مليار شيكل. الخطة الخماسية رقم 2 ومهمة جداً، وهذا إنجاز لمجتمعنا العربي لسلطاتنا المحلية العربية بمبلغ قدره 30 مليار شيكل للخمس سنين القادمات و20 مليار شيكل للعشر سنوات. أهم شيء في هذه الخطة أنه يتعلم من الخطة الخماسية الأولى، علشان كان في عدم استغلال للميزانيات وكان كثير من الحواجز، علشان هيك المفروض نتعلم من أخطاء الماضي، نستغل هذه الخطة لحد الشيكل الأخير. أهم شيء في هاي الخطة هو بمبلغ قدره 2.5 مليار شيكل لمكافحة العنف والجريمة. وإحنا يعني في هذا الصدد بدي أقول لا يمكن أنه إحنا نتحول من مجتمع حضاري اللي له عاداته وتقاليده، له تاريخه، له جذوره، لمجتمع عنيف. يعني لحد اليوم ضحايا مجتمعنا العربي 105 ضحية عرب على إيدين عرب. طبيعي لا يمكن اليوم تبرئة شرطة إسرائيل، لا يمكن تبرئة حكومة إسرائيل، لأنه هن المسؤولين عن توفير الأمن والأمان لكل مواطن بغض النظر إذا هو عربي أو يهودي. من جهة ثانية، منشان أنا أكون منصف في حديثي، علينا حق، لأنه مهم جدا نربي أولادنا تربية سليمة. لا يعقل أنه إحنا يطلع في, في, في صالون بيتنا أو في حارتنا أو في مؤسساتنا ناس عنيفين اللي هن تجار سلاح. والسؤال في أكثر من مناسبة أنا قلت أنه بمجرد ما الشاب العربي يفكر أنه يشتري سلاح عمليا خطط على أنه يقتل. وأنا قلت أنه هذول الناس اللي بيدفعوا الثمن حياتهم طبيعي مش رقم، هذول إلو زوجي، إلو أم، إلو أبو، إلو أخت، إلو عشيري، إلو بلد، هو ابن هذا المجتمع. طبيعي لمن أنا بقول أنه لا يمكن تبرئة شرطة إسرائيل، شفنا بالأسبوع الأخير في كثير من أفراد عصابات الإجرام اللي ترك البلاد وصار يطلع على تركيا. هاي بداية مليحة، ولكن المفروض أنه يكون استمرارية أكثر، علشان عصابات الإجرام يعرفوا أنه لا يمكن السماح لإلهم لا يحملوا سلاح ولا يقتلوا الناس الأبرياء، وهذا مهم جدا. فالخطة الخماسية بمبلغ 30 مليار شيكل اللي أنا قلت عنين طبيعي بتشمل سلك التربية والتعليم، رفاه اجتماعي، صحة، رياضة، بنية تحتية، كل هاي الأمور، إيجاد فرص عمل لشبابنا لبناتنا. وإحنا بنعرف في عنا آلاف الهيتكستم بس فيش في عندهم فرص عمل. فاليوم بما أنك أنت موجود في داخل الائتلاف الحكومي، أنت فأنت بتقدر اليوم تقرر هاي الميزانيات لوين تروح، شو سلم الأولويات. ومهم جدا التعلم من أخطاء الماضي، نستغل لحد الشكل الأخير، لأنه مجتمعنا العربي صحيح. أختي العزيزة، إحنا بحاجة ل 64 مليار شيكل، وطبيعي لا يمكن ننسى أهلنا وأخوتنا في النقب. يعني إذا بنحكي على 64 مليار شيكل، هذا لا يشمل
35 قرية مسلوبة الاعتراف اللي نعم. فيش عندنا الأشياء. وسأعود إلى موضوع قرى غير المعترف فيها وموضوع الاعتراف في 3 قرى غير المعترف فيها، ولكن دعني أنتقل إلى موضوع خطة العنف والجريمة وتحدثت عنها. بعد سنوات من تقاعس الشرطة هناك خطة لمكافحة العنف والجريمة وهذا مبارك، ولكن هناك يعني بعض التساؤلات عن موضوع الخطة مثل تدخل الشباك والاعتقال الإداري، كيف ترى هذه الأمور داخل الخطة؟ لا طبيعي احنا منعارض انه الشباك يفوت على قرانا ومدن العربية، لا احنا بنعرف اساليب، يعني حتى لما بيعتقلوا اي شاب، وشفنا احنا في الاحداث الأخيرة كيف تعاملوا مع شبابنا، لما بياخذوا شاب عمره 20 سنة وبتعاملوا معاه بهاي الوحشية، فممكن حتى يعترف بأشياء اللي هو ما سواها. فعلشان هيك إحنا اليوم مع إنه الشرطة تفوت على قرانا ومدننا العربية، مع إنه الشرطة تنظف هذا السلاح اللي هو سرطان في جسم مجتمعنا، في أكثر من مناسبة إحنا قلنا لما الشرطة بتقول في إيدين شبابنا ما يقارب 600,000 قطعة سلاح غير مرخصة، وأنا قلت لي لما أنتوا بتعرفوا العدد معناه أنتوا بتعرفوا هذا السلاح وين موجود. وكنت دائما أقول لشبابنا سؤال واحد بسيط، هل الشاب العربي فكر مين سهل، ليش سهلوا لإله إنه بهاي السرعة يصل السلاح لإيديه؟ طبيعي واضح كل الوقت اللي هذا السلاح يوجه لصدر المواطن العربي هذا مسموح. في اليوم الأول اللي وجه لصدر المواطن اليهودي عمليا راح تقوم الدنيا وما تقعدش. علشان هيك هذا السلاح هو سرطان، العنف هو سرطان، والسرطان إذا أنت ما حصرته في بدايته ممكن يستفحل لدرجة إنه يقضي على هذا على جسم في 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 اكمله. فمن هون ندائي بعد في عندنا مجال لهذول الناس اللي تعاملوا في العنف، تعاملوا في الجريمه وكانوا تجار للسلاح الغير مرخص، يعني عمليا سلموا هذا السلاح، زتوب اول سطل نفايات الله سبحانه وتعالى قبل التوبه. فانتوا اليوم عشان تكفروا عن ذنوبكم، لانه زي ما انا ذكرت إنه هذول الناس اللي بيدفعوا الثمن هن أولادنا، هن إخوتنا، هن أخواتنا، ومش أنت مخول إنك تأخذ روحه عشان الربح السريع، عشان البروتكشن، عشان كل هاي الأمور. فلما قلت أنا شرطة إسرائيل بتعرف هذا السلاح وين موجود، بتعرف مين الإنسان العنيف، بتعرف مين الإنسان المجرم، واليوم لما شافوا إنه هاي النار ممكن تلحقن بلشوا يتحركوا. هاي خطوة أولى، ولكن المفروض يتبعها عدة خطوات عشان ينظفوا قرانا ومدننا العربية من هذا الوباء اللي اسمه السلاح الغير مرخص. نعم، وهذه آفة، الآفة التي فعلا تنتهك الأمن والأمان في المجتمع العربي. دعني يعني أجمل هذه الخطط، الخطة الاقتصادية وفي ضمنها خطة العنف، مكافحة العنف والجريمة، كيف يمكن أن تضمن أو هل يمكن أن تضمن فعلا تطبيق هذه الخطط؟ يعني كان في خطط بالسابق، كان في محاولات على مدار عشرات السنوات، يعني هون في حكي مهم انه في خطه وفي بنود للخطه، ولكن كيف يمكن ان تضمن تنفيذ وتطبيق هذه الخطط؟ سؤالك كثير مهم. احنا موجودين اليوم في الائتلاف الحكومي، واذا انت موجود في الائتلاف الحكومي المفروض نعرف كل شكل لاي سلطه محليه راح وعلى لايش لازم يروح. يعني مهم جدا استغلال الشكل الاخير عشان يعود بالفائده لأبناء مجتمعنا، لشبابنا، لأخواتنا، هذا مهم جدا. مش سر أنه في ببلاد معينة يعني معها مصاري بس ما عندها أرض تبني مؤسسات، ما عندها أرض تستغل هاي المصاري. فعلشان هيك لمن إحنا اليوم راح يكون إن شاء الله ما يسمى باللغة العبرية هسرات خصميم، يعني إزالة كل الحواجز الموجودة. فإذا اليوم إحنا بنتعامل مع المدراء العام، مع نائب المدير العام في كل وزارة، ممكن إحنا نصل لحل للقسم الأكبر من المشاكل اللي بتعاني منها قرانا ومدننا العربية. من جهة ثانية إحنا علينا مسؤولية في سلطاتنا المحلية العربية، علينا مسؤولية كيف استغلال هاي المصاري. كيف اليوم أقسام الهندسة في كل بلد لازم يكون عندها خطة درج لاستغلال هاي المصاري. يعني اليوم إذا أنت ما عندك خطة درج وما عندك خرائط اليوم عشان تستغل هاي المصاري، في نهاية المطاف هاي المصاري راح تظل في وزارة المالية. يعني إذا يعني ممكن تفهمي من جوابي أختي العزيزة إنه يقسم السؤال لقسمين. القسم الأول، هل الحكومة اللي مضت على قرار حكومي جاد في احترام هذا المضي اللي مضت عليه، ومن جهة ثانية هل إحنا اليوم قادرين استيعاب هاي المبالغ والتعلم من الخطة الخماسية 922 اللي كانت في المرحلة
الأولى. عشان هيك رح يكون دائما رقابة، رح يكون اتصال مع رؤسائنا إن كان المجالس المحلية أو البلديات. والحسن الوحيد في هاي الميزانية لأول مرة يذكر إخوتنا في المدن المختلطة، يذكروا إخوتنا في القرى في المجالس الإقليمية اللي كانوا محرومين من هاي الميزانيات، وعانوا الأمرين إن كان من رئيس السلطة المحلية في المدن المختلطة أو من كان من رئيس السلطة المحلية في المجالس الإقليمية. فإذا إحنا اليوم بكون عنا رقابة، إذا بكون عنا توعية واستمرارية لمراقبة هاي الميزانيات، ممكن في نهاية المطاف نضمن استغلال لحد الشيكل الأخير عشان نقدر بعد 5 سنين نطالب خطة خماسية رقم 3، وإحنا بحاجة لخطة خماسية رقم 3. نعم، سأنتقل إلى موضوع سبق وذكرته، موضوع النقب والاعتراف في 3 قرى مسلوبة الاعتراف. ماذا قد يغير هذا الاعتراف على أرض الواقع، وما أهمية هذا الاعتراف برأيك؟ طلع أول إشي يعني الله يرحم أخونا النائب السابق المرحوم سعيد الخرومي، لأنه سعيد ابن النقب، سعيد أحب النقب وكان يعرف كل ذرة تراب في النقب. كان شغله الشاغل هو كيف تخفيف المعاناة عن أهلنا في النقب والاعتراف بأكبر عدد ممكن من القرى مسلوبة الاعتراف. حتى القرى اليوم المعترف فيها البنية التحتية سيئة، المؤسسات، الإنارة، كل هاي الأمور معدومين يعني. فعلشان هيك اليوم مبلغ وقدره 5.2 مليار راح يكون للنقب لتحسين اليوم أوضاع أهلنا وإخوتنا في النقب. طبيعي مش بس إحنا لازم نقف عند الاعتراف في 3 قرى، لا بالعكس، بعد 32 قرية مسلوبة الاعتراف، بعد كثير من أهلنا اللي عايشين في ظروف جدا صعبة اللي فيش عندهم سقف يحميهم إن كان من برودة الطقس أو من حرارة الطقس. رغم هيك هني صامدين وكل الاحترام يعني، تحية إجلال وإكرام لصغارنا لكبارنا لكل واحد من أهلنا في النقب على صموده رغم الأوضاع المأساوية اللي بيعيشوا فيها. فطبيعي رسالة أخونا المرحوم سعيد الخرومي رح تظل قدام عينينا، النقب رح يظل في ذاكرتنا، رح دائما نشتغل ساعات إضافية علشان تحسين وضع أهلنا وأخوتنا في النقب والاعتراف بمزيد من القرى مسلوبة الاعتراف إن شاء رب العالمين. نعم سيد مازن، هناك من قال ويعني كان في عريضة قالت أن هذه الظروف أو ظروف الاعتراف هي الظروف التعجيزية، كيف تردون على هذه التصريحات أو على هذه العريضة؟ يعني بالأول أنا بدي أقول لك أنه القائمة العربية الموحدة كان عندها جرأة أنه تكون في داخل الائتلاف الحكومي، والفضل برجع لرئيس القائمة الدكتور منصور عباس اللي كان اتحدى ولحد اليوم بعده بتحدى كثير إن كان من اليمين الإسرائيلي أو من مجتمعنا أو من قسم من مجتمعنا العربي. أنا قلت في الماضي جملة بدي أقولها أختي العزيزة، أنه تعلمنا دائما أنه الواحد أكثر من الصفر واثنين أكثر من واحد. في كثير عمليا اللي بنتقدوا هاي الخطة. السؤال على مدار 70 سنة شو إحنا أخذنا من هاي الحكومة أو من الحكوميات السابقة؟ فهاي التجربة كانت تجربة جريئة وتجربة فريدة من نوعها. فالطابة اليوم موجودة في نص ملعب الحكومة، هل هي جادة عشان تحل غالبية أو القسم الأكبر من مشاكل مجتمعنا العربي على مدار أكثر من 70 سنة؟ يعني هاي المشاكل والإشحاف اللي هن السبب فيه وهن بيعترفوا فيه، احنا قلنا لهم مدامه انتوا السبب وانتوا اللي بتعترفوا فاجل وقت انه هذا الاشحاف يروح عن كاهل المجتمع العربي وبالذات لاهلنا واخوتنا في النقب. دائما كانوا يعني يقولوا انه انتوا في على دكه الاحتياط، وكل الوقت اللي انتوا على دكه الاحتياط لا يمكن تحقيق شيء. فكان عندنا جرأة نقول لا، احنا بدنا نكون لاعب مركزي في هاي الحكومة، مش لأنه حب في هاي الحكومة، بالعكس إحنا عشان تخفيف من معاناة أهلنا وإخوتنا. وأنا بدي أذكر يعني اليوم إحنا موجودين في الحكومة اللي هي حكومة يمينية، في المعارضة في عنا يعني قمة اليمين، يعني إحنا بنعاني من اليمينين، ولكن بنفس الوقت كان عنا تحدي كبير وجرأة كبيرة كيف بدنا نحرج هاي الحكومة ونقول لهم إنه إحنا هيانا موجودين في داخل ائتلاف الحكومة، وقلنا أكثر من شرط. أول إشي هاي المبالغ مش هدية أو مني من الحكومة، لأنه هذا حق لنا. من جهة ثانية دائما كنا ورح نظل مرفوعين الرأس ونحافظ على قوميتنا وعلى هويتنا الوطنية
الفلسطينية مشان يكون معروف للكل. يعني مش إحنا دخولنا الائتلاف الحكومي كان على حساب لا سمح الله المراهنة على قوميتنا أو على هويتنا، لا، مشان يكون واضح. فكل اليوم اللي بيحكوا بتهجموا على القائمة العربية الموحدة، بقول لهم كانت تجربة، إن شاء الله أنه هاي التجربة بتنجح، فإذا نجحت رح تكون قفزة نوعية لقرانا، لمدننا، لشبابنا، لأخواتنا، لنقبنا اللي فيه القسم الكبير من قرانا مسلوبة الاعتراف. إذا لا سمح الله هاي التجربة فشلت، عمليا جربنا. ولكن اللي أنا بدي أقوله أختي العزيزة أنه إحنا على مدار 70 سنة مشينا في نفس الطريق، أخذنا نفس النتيجة، فأجى الوقت أنه نجرب تجربة ثانية، وأنا متأكد أنه هاي التجربة في نهاية المطاف راح تعود بالفائدة على قرانا، على مدننا، وعلى أبناء شعبنا إن شاء الله. سيد مازن غنايم، عضو كنيسة عن القائمة الموحدة، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات، شكرا لك. ونواصل هذا الحوار حول الميزانية العامة في إسرائيل مع ضيفي هنا في استوديو برهوم جرايسي، باحث ومحلل سياسي، وينضم إلي أيضا عبر تقنية الزوم دكتور سامي معاري، محاضر في جامعة تل أبيب وجامعة أكسفورد ومدير المنتدى الاقتصادي العربي. أهلا بكما معي. أهلاً. بداية، بعد 3 سنوات دون ميزانية تم إقرار الميزانية في إسرائيل، ما هو المعنى السياسي لإقرار الميزانية؟ أنا عمليا في السياق العام والطبيعي لكل حكومة، إقرار الميزانية ويعطي حالة من الاستقرار لكل حكومة. توقف الحكومات السابقة أو الولايات البرلمانية السابقة عن إقرار ميزانية ناجم عن تكرار الانتخابات وفشل إقامة أي حكومة. طبعا كان هون في عامل ذاتي عند بنيامين نتنياهو، اللي يعني نقض حتى اتفاقية الحكومة اللي أقامها بال2020 مع وزير الحرب بني جانتس، ولمصالحه ولدوافعه الذاتية، وبالآخر انقلب السحر على الساحر. في حالة هذه الحكومة اجتياز الحاجز الميزانية بالأغلبية الهشة التي ترتكز عليها يقول شيء ولكن لا يقول كل شيء، بمعنى أن الآن هي اجتازت حاجز الميزانية، من المفروض أن يكون لها أشهر من الاستقرار بموجب اتفاقية الائتلاف، أن كل القضايا الخلافية تثار للحوار الداخلي بينهم داخل الائتلاف بعد مرور عام من الحكومة في شهر حزيران 2022. ولكن منذ الآن بدأنا نرى مؤشرات لإثارة بعض هذه الخلافات، لا نعلم إلى أي مدى سيتم شد الحبل، خاصة وأن المصلحة الحزبية الضيقة للأحزاب الثمانية التي تشكل هذا الائتلاف مصلحتها استمرار هذه الحكومة، لأنه يعني في حال تم حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات، ويعني خسارة بالتفصيل لجميع الأحزاب. بالتفصيل الممل لكل واحدة من هذه الكتل ستخرج خاسرة، حتى لو أضافت مقاعدها البرلمانية لن تعود إلى مكانتها كما هي الحال في سدة الحكم. هذا موضوع طويل لأنه عنده عدة بنود وعدة جوانب، ولكن أيضا قد تواجه هذه الحكومة متغيرات في الساحة المعارضة، هذا إذا سئلنا عنه وكان وقت سنتحدث عنه. أنا أقصد إذا ما حصل تغيير في قيادة الليكود، ولا يبدو حتى اللحظة أن هذا سيتم، ولكن لا توجد مستحيلات في السياسة الإسرائيلية. نعم، سنعود إلى هذا المحور وهو محور مهم جدا. أنتقل إليك دكتور سامي، الميزانية هي الأضخم في تاريخ دولة إسرائيل، لماذا هي الأضخم؟ يعني ماذا تشمل؟ لماذا تكون بهذه الضخامة؟ أول شيء مساء الخير للجميع. طبعا نتحدث عن ميزانية التي فيها بعض التغييرات على المستوى الاقتصادي، وكذلك أيضا من خلال قانون التسويات الذي طبعا تم نصه
في الأيام السابقة. الآن هي الأضخم، يعني ما أعتقد أنها هي الأضخم، هي تأتي بعد يعني أزمة اقتصادية التي شاهدناها في الفترة الأخيرة وأزمة الكورونا، وبالتالي هي أيضا تشمل البنود التي من شأنها طبعا تسريع عملية النمو الاقتصادي وطبعا إنجاع الاقتصاد، وأيضا هي تشمل بنود اقتصادية وفقا للنمو السكاني. أنا لا أعتقد يعني هي بطبيعة الحال ميزانية تنمو وفقا لمعايير معينة. الآن هذه الميزانية طبعا فيها العديد من البنود، طبعا تم التأكيد على المستوى الإعلامي بأن هذه الميزانية هي ميزانية يوجد فيها يعني ما أو هي بالأساس تركز على موضوع مساندة الطبقات الضعيفة، وهي أيضا لديها العديد من النقاط من حيث فتح الاقتصاد أمام الواردات والاستيراد وخفض التكلفة المعيشية لدى المواطنين. طبعا أنا أتحدث عن ما تقوله الميزانية وليس رأيي الشخصي. الآن قضية رفع سن التقاعد عند النساء، كذلك يعني بعض النقاط التي تتعلق في قضية الرقمنة وقضية تعامل البنوك مع الشرائح الضعيفة والمستضعفة، وكذلك يعني خط المترو ونقاط عديدة تشمل هذه النقاط. هذه الخطة الاقتصادية رغم يعني ما نتحدث عنه وضخامتها، إلا أنه يوجد فيها أيضا تقليص أفقي بنسبة 1.5% على جميع الوزارات، بما في ذلك وزارة المالية على سبيل المثال الذي تشمل أيضا تقليص ما يقارب 300 مليون شيكل. الآن الميزانية وصلت إلى 432 مليار شيكل بنسبة عجز 7% في عام 2021، ما يقارب 450 مليار شيكل أي بنسبة عجز 3%. إذا نجحت الميزانية وفقا للإيرادات التي تم يعني التخطيط إليها، هذه نسبة العجز سوف تكون. ولكن إذا لم تنجح هذه الميزانية بالوصول إلى الإيرادات، ونحن نتحدث عن إيرادات التي سوف تأتي من مجال التكنولوجيا ومجال الهايتك، وهناك تركيز كبير جدا لأن النمو الاقتصادي في عام 2018 و2019 للاقتصاد الإسرائيلي أتى بالتحديد من مجال الهايتك ومجال العوائد المالية التي أتت من هذا القطاع. الآن هل فعلا قطاع الهايتك سوف يشهد نفس النمو في السنوات السابقة من أجل سد نفقات الحكومة أي ميزانية الدولة؟ لأن بالتالي سد نفقات الحكومة تعتمد بالأساس على الإيرادات التي سوف تشبيها في نفس العام، وهنالك يعني تقدير لوزارة المالية من حيث هذه الإيرادات. هنالك مجال آخر وهو قضية الزراعة والإصلاح الزراعي في هذه الخطة، أيضا يعني موضوع البرنامج الوطني لتحسين المعلومات التنظيمية ومشروع المترو. الخدمات المصرفية كذلك يجب أن تكون في سلم أولويات المجتمع الإسرائيلي، لأن ذلك سوف يكون له انعكاسات على الطبقات الوسطى. ليس جميع الطبقات وشرائح المجتمع الإسرائيلي لديها سهولة الوصول واستخدام الرقمنة، علما أن البنوك الآن تقوم بيعني تقليص أعداد الموظفين والاعتماد على الرقمنة في هذا المجال. نعم، سأعود إلى هذه التفاصيل وتأثير هذه الميزانية على الطبقة الوسطى، ولكن دعني أنتقل إلى المعنى السياسي لهذه الميزانية. يعني صرحت أيالة شكيد من كتلة يمين أن الميزانية المخصصة في المستوطنات للمستوطنات في وزارتها زادت بنسبة 50%. إذن ما هو المعنى السياسي لهذه الميزانية لحكومة تقول أنها لا سياسية أو لا تريد مناقشة الأمور السياسية والاختلافات الأيديولوجية داخلها؟ اسمح لي بداية، مساء الخير دكتور سامي وتحياتي. بالنسبة لحجم الميزانية هناك أرقام متداولة، ثلاث أرقام متداولة، ولكن الرقم الأكبر دكتور 609 مليار، ولكن من ضمن هذا هو عمليا ميزانية باتت مصروفة حوالي 120 مليار، هي ميزانية استثنائية عابرة لمواجهة جائحة الكورونا. الميزانية الأساسية التي تفضل بها دكتور سامي، وهي أيضا تشمل سلسلة من الضربات وتخدم حيتان المال حتى في موضوع استيراد المواد الغذائية، هذا مطروح منذ سنوات، ولكن كما يبدو أن الفريق الحكومي اليوم الموجود جاء ليخدم أجندة فريق حيتان مالي آخر وقف بنيامين نتنياهو في وجهه. بمعنى أنه لما أنت بتفتح باب الاستيراد
مش كل واحد بيقدر يستورد أغذية، في ناس مستثمرين كبار بدهن تحت شعار كسر الاحتكارات اللي هون بدهن جزء من هاي الكعكة. فعمليا الادعاء وكأنه هاي المنافسة بدها تخفض الأسعار، هذا يعني ضحك على اللحى خلينا نحكي باللغة. بس في تسهيلات الشعبية على موضوع الاستيراد، أنا مش هذا في تسهيلات، في تسهيلات من باب جني الأرباح. مشكلة الأسعار في إسرائيل ليست مرتبطة بإنتاجية العمل، وإنما هناك قضية الحلال اليهودي اللي أيضا كسروا فيه الاحتلال الذي يرفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 25%. بمعنى أي واحد منا إسه بيطلع لبرا بروح على أوروبا دول غنية، يا الله ما أرخص المواد الغذائية. لا، المواد الغذائية غاد مش رخيصة عندنا الغالي. يعني شروط الحلال العبري يعني شيء لا يعني يستوعب العقل، يرفع أسعار المواد اللحوم 30%، الألبان والأجبان بنسبة 20%. طالما أنه هذا العامل قائم فقضية الأسعار يعني ستبقى قائمة. أنا سأعود إلى السؤال، وآسف يعني إذا حديت على وقت. بالنسبة طبعا هذه الحكومة هي استمرارية، أنا سأقول كل شيء، كل حكومة تأتي مع أجندة معينة، ولكن هناك أجندة ثابتة. كل ما يتعلق بالاحتلال، العسكرة، وما يسمى الأمن، هذه بقرة مقدسة. بفوت بيجي رئيس الحكومة أي وزير بلاقي البرنامج على طاولته، العب يا ولد، ما فيش عندك إيش تسويه. إذا في عندك إضافات يعني بعطوه هيك شوية صغيرة، وسعوا له المغيطة يحاول يبين أي تمايز، ولكن من حيث الجوهر يبقى على ما هو. ميزانية المستوطنات كما تفضلت يعني هذا إعلان غير قابل للنقد. لما أيالة شكيد لواحدة من مؤسسات ثلاث جمعيات استيطانية خطيرة، إسرائيل شلي إسرائيلي، وهناك ريجافيم، وهناك إمترتو، هي أسست مع نفتالي بنت إسرائيل شلي، لما بتيجي هي بتعلن وتتباهى بزيادة ميزانيات المستوطنات، مجالس المستوطنات التي تصرفها وزارة الداخلية، يعني حصة وزارة الداخلية للمستوطنات ارتفعت ب50%، هذا غير قابل للنقاش. كمان ميزانية وزارة الحرب هناك عدة أرقام متداولة، في الكتاب الرسمي بيحكوا على 58 مليار، غلط. في أولا في 58 مليار، بعدين في الدعم العسكري الأمريكي، بمعنى مع بعض مع زيادة رواتب التقاعد للعسكر، ميزانية الحرب وبسموه ميزانية وزارة الأمن بالترجمة، وهناك من يشوه الأسم بسموها وزارة الدفاع، وهذا أسم سياسيا خاطئ، وحتى ترجمة بالعبرية خاطئ. فراح يوصل في المرحلة الأولى 78 مليار شيكل ميزانية وزارة الحرب، ولكن هذا ليس نهاية المطاف. ما يجري في نهاية كل عام أنه يكون فوائد في مختلف الوزارات، بسموه فائض ميزانية، بنود لم تصرف وعلى الحكومة أن تصرفها، قسم بروح لتسديد الدين وقسم بقدموه كأنه لمشاريع، ولكن حصة كبيرة، وبديش أخاطر أقول حصة الأسد، ولكن أنا على قناعة بأنه حصة الأسد، بيجوا العسكر الكبار بطلعوا هالبرامج، عنا الخطر الفلاني وعنا حجر من ترمس عية لازم نحضر له صاروخ وأشياء من شكل، بقدموا فواتير معروف سنويا ما بين 4 مليار إلى 8 مليارات شيكل تضاف على ميزانية وزارة الحرب عدا الميزانية الأساسية. هذه بقرات مقدسة في كل حكومة، وفي نهاية المطاف سنسمع من تقارير الرسمية في 31/12 كم كل وزارة صرفت، وسنقرأ أن ميزانية وزارة الحرب اجتازت بمليارات، حاجز 80 مليار. طبعا المستوطنات بكفي أنه في أسبوع واحد أقروا 4400 بيت استيطاني، حكومة أقرت 1003، والحكم العسكري هذا اللي بيسموه إدارة مدنية بمصطلحاتهم كمان وافق على مخططات ب 3150 وحدة استيطانية، وليس كل المخططات تعلن، هناك مخططات البناء الخاص والبناء اللي بيسموه بين مزدوجين عشوائي. يعني هذه حكومة يمين استيطاني استمرارية لكل
حكومات لا تختلف إسرائيل. كثيرا لا, لا تختلف إطلاقا, وحتى لا يمكن كمان حبة مسك في موضوع الاستيطان بتثبت أكثر موضوع الاستيطان. طب سأنتقل إلى تحليل في الميزانية وخاصة قانون التسويات. ما هو هدف هذا القانون الذي يشمل بنودا تنص على رفع أسعار بشكل جنوني, وماذا يمثل من ناحية اقتصادية ومن ناحية سياسية؟ يعني اسمح لي أولا بدي أرد على صديقي برهوم في بعض النقاط التي طرحها, وهي أولا موضوع الاستيراد. يعني الحديث هنا عن تخفيض تكلفة الاستيراد, ولكن لا يوجد حديث هل فعلا أن التعرفة للاستيراد على بعض المنتجات هي سوف تقلص أم لا. كذلك الأمر لم يعرف ما هي لائحة المنتجات والبضائع التي سوف يتم التقليص وتخفيض التكلفة لهذه البضائع. هل فعلا على سبيل المثال من أكثر البضائع التي تدخل إلى الاقتصاد الإسرائيلي في مثل السيارات هي سوف يتم تخفيض يعني الضرائب عليها؟ لا يوجد حديث على سبيل المثال في موضوع استيراد مواد غذائية إذا كان فعلا ذلك سوف يساهم الطبقات المتوسطة والطبقات الأقل في قضية مستوى المعيشة. ولكن هنالك بند في قانون التسويات يقول بأنه سوف يتم التعامل مع قضية المنتجات المستوردة وبالتحديد منتجات الكوشر. هذا يعني واضح, ولكن غير واضح ما هي المنتجات التي سوف تدخل هذه السلة. الأمر الآخر وهي قضية يعني قضية ميزانية إسرائيل, تحدث الأخ برهوم عن موضوع 600 ما أكثر من 600 مليار شيكل. نحن نتحدث عن ميزانية لسنتين وليس ميزانية لسنة. ما تحدثت عنه هي ميزانية كل سنة على انفراد. طبعا المجتمع الإسرائيلي هو المجتمع الوحيد مع الإمارات الذي يعتمد طبعا ميزانية لسنتين. لا توجد دولة في العالم تعتمد حتى الآن على ميزانية سنتين متتاليتين سوى إسرائيل والإمارات. الآن هذه الميزانية التي هي تعتبر تقييم وعملية استشراف من قبل المالية الإسرائيلية للسنوات المقبلة, لم يكن واضح من خلال قانون التسويات ومن خلال قانون الميزانية من أين سوف تأتي هذه الميزانية بالأموال من أجل سد العجز. العجز الذي تحدثنا عنه في عام 2020 وصل بعض الفترات والأرباع السنوية في عام 2020 إلى ما يقارب 14% و12%. الآن من أين سوف يتم تسديد هذا العجز؟ هنالك ثلاث إمكانيات في الاقتصاد لتسديد العجز. الإمكانية الأولى هي الاقتراض, ونحن نعلم أن بنك إسرائيل ومحافظ بنك إسرائيل اعترض على فكرة الاقتراض للحكومة, لأن هذا سوف يؤدي إلى يعني انخفاض تدريج إسرائيل في شركات الائتمان العالمية ويرفع من نسبة الفائدة. ونحن نتحدث أن نسبة الفائدة ليست رفع نسبة الفائدة ليس من مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي, لأن الاقتصاد الإسرائيلي منذ عام 2008 يعتمد على نسبة فائدة مصرفية منخفضة. إذن هذه الإمكانية غير موجودة. الإمكانية الثانية وهي إمكانية تخفيض النفقات في مجالات لم تساهم سابقا ولا الآن ولا مستقبلا في النمو الاقتصادي للفروع الاقتصادية المختلفة. على سبيل المثال لا يمكن اعتبار تمويل 8 مليار شيكل للمستوطنات هو سوف يأتي بالفائدة ويساهم في العجلة الاقتصادية. هذا على سبيل المثال يمكن لإسرائيل للاقتصاد الإسرائيلي أن يخفض ميزانية المستوطنات ويدخلها في إطار يعني الدفع الاقتصاد الإسرائيلي والنمو الاقتصادي. الآن هذه الإمكانية غير واردة أيضا في ظل المركبات المختلفة للحكومة الإسرائيلية. الآن ماذا بقي؟ كيف من ناحية الميزانية بكل فروعها هي تقول بأنها سوف تساهم وتساعد في خفض مستوى المعيشة لشرائح المجتمع الإسرائيلي الضعيفة والمستضعفة. طب من أين سوف يتم تسديد العجز؟ هل تسديد العجز سوف يأتي من الاقتراض؟ هل تسديد العجز من تقليص ميزانيات لم تأتي بالفائدة؟ أم أن ذلك سوف يكون من خلال رفع نسبة الضرائب؟ الآن رفع نسبة الضرائب هو يعني هو موجود في الاقتصاد. السؤال من سيدفع الضرائب؟ هل سيدفع الضرائب هي الشركات العملاقة ومن يعتبرون يعني يأكلون أكثر من نصف الكعكة
أي ميزانية الدولة ورؤوس الأموال الكبار، أم المواطن البسيط والموظفين البسطاء هم سيدفعون الضرائب، وبالتالي هذا يؤدي طبعا ليس إلى إنعاش الاقتصاد للطبقات الضعيفة، إنما يؤدي إلى زيادة الفقر وزيادة نسبة البطالة. نعم. من هذه نعم، إذن زيادة الفقر وزيادة نسبة البطالة هذا ما قد ينتج عن هذه الميزانية. ولكن إن عدنا إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية، بكل أحوال حطت هدف وهو تمرير الميزانية، مررت هذه الميزانية، ماذا بعد؟ يعني هل ضمنت هذه الحكومة طريقها إلى النهاية؟ لا طبعا، يعني طريقها إلى النهاية أول شيء يعني فيش إشي مستحيل، هذا وارد، لأنه يعني كما قلت بداية أنه الأطراف الثمانية هي موجودة على سجادة واحدة، أي هزة سيقعون جميعا، كلهم لديهم مصلحة أن تستمر هذه الحكومة حتى اليوم الأخير، بما أن حتى أكبر حزب اللي هو يوجد مستقبل يش عتيد عنده 17 مقعد، واستطلاعات الرأي تتنبأ له بإضافة مقعدين وثلاثة ومش عارف شو، بعد اليوم الثاني من الانتخابات سيفقد مكانته الحكومية اليوم. الشيء الثاني أنه نفتالي بنت ما ترخطش، هاي مش بس هون، بأي حكومة أنه برلمانية بالأنظمة التي تقام فيها حكومات على أساس برلماني، أنه رئيس كتلة فيها 7 و1 انشق، صفة 6 صف رئيس حكومة، معنى أنه ومش أي رئيس حكومة كمان، قادر على تثبيت وتعميق سياسة اليمين الاستيطاني اللي هو أحد رموزه في داخل 61. هناك 3 كتل هي يمين استيطاني كلي، فيها 19 نائب وهم أصحاب الأجندة المقررة في الحكومة. الشيء الثاني، الأحزاب الثانية، يعني كان يش عتيد ولا كحول لافانا اللي بسموها أزرق أبيض تبعت جانتس، أنا بفضل استعمال الأسماء بدون تعريبها يعني. فكمان هن عمليا هن يمين ويتساوق مع اليمين الاستيطاني، ومصلحته ثبت هاي الحكومة، لأنه بعد الانتخابات الجاي بيني جانتس راح مع نتنياهو، نتنياهو عمل منه شريطة، خلينا نحكي باللغة الشعبية العادية، ولا يعني أكثر من هذا عمليا، لا هنا له مركز وماشي تمام التمام مع بني جان مع نفتالي بنت وأيلت شاكيد وجدعون ساعر اللي هو من أشرس شخصيات اليمين الاستيطان، وليبرمان فيش حاجة نحكي أكتر من هيك يعني. فعمليا هدول مستعد. الشيء الثاني بنيجي على حزب العمل، حزب العمل تساوق مع كل حكومات اليمين اللي شارك فيها على الأقل في العقدين الأخيرين. ميرتس في جملة عابرة حكاها رئيس نتسان هورفيتس في خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إنه يكفي أن نبقى في المعارضة، علينا إيجاد السبل للعودة للحكومة، وعادوا لأول مرة من 20 سنة وقاعدين يعني مجرد بيشكوا هون بيبكوا هون بيعترضوا هون بيثرثوا هون وماشيين، ويا مشاريع الاستيطان شغالة، هاي بكرة جايين على مؤامرة وجرائم اقتلاع في القدس كان بالسلوان ولا بالشيخ جراح، عصابات المستوطنين في كروم الزيتون، الإرهاب المستشرس، ولا بتسأل هاي دان طين وهاي دان عجين، ولا حدا، بطلنا نسمع بيانات وانتقادات وكله قاعد ساكت، والقائمة الموحدة قاعدة تستنى رزقتها، ويعني تستنى حظها، ومش مصلحتها إسا تطلع بين ما يعني حسب ما هي تعلن إنه بدها تثبت، ولكن هذا موضوع آخر. فالسؤال اللي يسأل إلى متى سيستمر شد الحبل، هناك استثناء واحد، كلما طال عمر هاي الحكومة قد تتفاعل الأزمة في حزب الليكود. هدول القضية مش قضية إنه يعني هدول صفوا بالمعارضة، طب هدول صلهن 13 سنة متواصلة وقاعدين في الوزارات وحواليهن شخصيات وحواليهن طواقم عمل، كله صفوا قصة بالآخر وقاعدين على مقاعد بيستنوا دورهن تيحكوا من على المنصة. كل ما طال عمر هاي الحكومة
الأزمة ستتفاعل في الليكود وقد تنعكس أكثر على الشخص الأقوى في السياسة الإسرائيلية على الإطلاق اللي هو بنيامين نتنياهو، والذي سأعود إليه، أعدك أنا سأعود إليه في هذه الحلقة لأنه مهم جدا، لا لأنه مهم جدا في التحليل السياسي خاصة بما يتعلق في الميزانية. سأعود إليك دكتور سامي، إلى أي مدى يعني نظرنا بشكل عام هناك انتقال من دولة على الأقل على صعيد التصريح أرادت أن تكون دولة رفاه اجتماعي إلى اقتصاد نيوليبرالي قاسي يضعف المستضعفين أكثر؟ تماما هيك. الآن النظام الذي تتبعه دولة إسرائيل هو ليس بالتحديد ليبرالي أو نيوليبرالي، هو النيوليبرالي موجود في تل أبيب، هو النيوليبرالي في حيفا وبئر السبع، ولكن عندما نتحدث عن كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي الآن هذا النظام ليس نيوليبرالي، هذا نظام ما يسمى إثني يتعلق مركب من اقتصاد أساسي موجود في تل أبيب واقتصاد هامشي موجود عند العرب وعند ضد شرائح أخرى من المجتمع الإسرائيلي. لا توجد يعني لا طبعا نحن نتحدث هنالك علاقة بين الاقتصادين الإثني والاقتصاد المركزي، ولكن هذه العلاقة هي علاقة استغلال. نحن نعرف أن الأزمة الأخيرة على سبيل المثال هي أزمة التي من خلالها رأينا العرب هم أكثر من تضرروا، أكثر الشركات والمصالح التجارية التي أعلنت إفلاسها هي مصالح عربية، وبالتالي هذا ليس فقط على جائحة الكورونا الأخيرة، هذا حدث منذ تأسيس دولة إسرائيل، وعندما كان هنالك أي تراجع اقتصادي أو تباطؤ اقتصادي أول من يتضرر هم العرب. هذه هي البنية الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي بحيث أن يكون الاقتصاد للمواطنين العرب هو صمام أمان للاقتصاد المركزي أي الاقتصاد اليهود، وبالتالي يحافظ عليه ويستغل القدرات البشرية في المجتمع العربي والمناطق العربية، وهذا عندما يحدث تباطؤ اقتصادي هو يسحب هذه الخدمات لكي يحمي اقتصاده. هذا ما حدث في عام في الأزمة الكورونا الأخيرة، هذا ما حدث في عام 2008 في فترة التراجع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية الأمريكية، هذا ما حدث في الأزمة الاقتصادية في عام 2002، وهذا ما حدث في بداية سنوات التسعين، وهذا ما حدث في بداية سنوات الثمانين في ظل ارتفاع الأسعار. الآن هذا يعني في نظام النيوليبرالي هذا الذي نتحدث عنه يجب أن يكون هنالك معايير التي من خلالها يتم تغيير منظومة توزيع الحصة حصة المواطنين العرب في الوزارات المختلفة في الموضوع الاقتصادي. الآن هل فعلا أن هنالك تغيير في المنظومة الاقتصادية؟ كلا، لا يوجد تغيير، هذا رأيناه في الخطط السابقة، وما يميز وما يثبت ويميز أن هنالك تغيير في هذه المنظومة أن أغلب الخطط ومنذ منتصف سنوات التسعين التي أعدت للمجتمع العربي وسميت بالخطط الخماسية منذ خطة رابين ومن ثم خطة لجنة أور بعد عام 2000 ومن ثم خطة 2008 ومن ثم خطة 2015، ما يميز هذه الخطة أنها طبقت بشكل جزئي فقط، وما يميز الخطة القادمة هذه التي يتحدثون عنها أنها أيضا سوف تطبق بشكل جزئي لأنها لم تتعلم من الأخطاء السابقة. لا يمكن أن تبني على خطة وأنت لم تتعلم من نجاحات السابقة أو من إخفاقات السابقة. الآن الخطة الحالية تعيد أخطاء السابقة أولا. لا يمكن أن تذهب وأن تتحدث عن خطة اقتصادية وتطالب بمبالغ دون أن تحضر أمامك خطة مدروسة واضحة المعالم مبنية على مسح احتياجات المجتمع العربي في كافة المجالات، لا أن تذهب بمطالبة مبالغ ومن ثم تقول سوف نعمل على إعداد هذه الخطة وفقا لهذه المبالغ. هذا غير موجود في الموضوع الاقتصادي. الأمر الآخر، هل فعلا تم استعانة في كافة مركبات المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل لكي تقول كلمتها في الموضوع الاقتصادي وميزانية الدولة وما يحق للمجتمع العربي؟ ما يحق، انتبه، ما يحق وليس ما يستخدمونه من عبارات يعني مساعدة المجتمع العربي. نعم. وتطوير المجتمع، هذا حق للمجتمع الفلسطيني، هذا حق لنا. نعم، خاصة بعد سنوات يعني من سياسات الإفقار. سأعود إلى احتياجات المجتمع العربي. لو سمحتي في نقطتين مهمات في هذا السياق.
تفضل. الموضوع الآخر في الخطة وهو قضية أن نعيد الخطأ كمان مرة، بأن يكون هنا أن ننظر إلى قضايا المجتمع العربي بأكملها كأنها قضايا سلطات محلية وميزانيات سلطات محلية. هذا الخطأ وقعنا به في 922، وهذا الخطأ وقعنا به كمان مرة في هذه الخطة. الخطأ والأمر الآخر بأن تكون يعني هنالك خطة مدروسة مع مسح احتياجات تعتمد على تطوير المجتمع العربي في مجال التشغيل، مجال الفقر والرفاه، في مجال المناطق الصناعية التكنولوجية، وكذلك في مجال التربية والتعليم. الآن وحدي يعني أنا عندما أنظر إلى الخطة ماذا يعني دائما أعيد نفس الفكرة وفي كل البرامج أخبرهم، يعني أينشتاين يقول إذا عدت يعني من يعني أكثر الغباء أن تعيد التجربة بنفس المركبات، نفس المركبات ونفس الظروف والمناخ وأن تتوقع نتيجة أخرى. صحيح. إذا ممكن أحكي شيء. يعني عندك يعني قبل نهاية هذه الخطة حابب بس أحكي التجربة بنفس المركبات ونفس المناخ. نعم هذا في موضوع الخطة الاقتصادية. ممكن أحكي بهذا المجال. يعني بدي تعلق بس نقطة واحدة على ما قاله دكتور سامي، ولكن أريد أن أعود إلى نتنياهو قبل نهاية الحلقة. أنا أتفق مع دكتور سامي، ولكن أنا أريد أن أقول أمرين. الأول، في تاريخ حكومات إسرائيل من 49 لليوم، يعني إذا قلنا 48 كانت إشي انتقالي، لم يتم تنفيذ أي خطة متعددة السنوات في الجانب المدني، لا للعرب ولا لأشكناز ولا لبلوط أصفر ولا لحد على الإطلاق، وإنما في أحسن الأحوال تتم المطمطة. فكيف الحال لما بيحكوا على خطط عرب؟ هذا أولا. ثانيا، الخطط الوحيدة التي تنفذ وتحترم وحتى تنفذ قبل مدتها الزمنية هو كما قلت بداية كل ما يتعلق بالعسكرة والاحتلال والاستيطان، لأنه هنا بيجي المخططات هي من جهات استراتيجية عليا تقدمها للحكومات لتنفذ. الأمر الآخر، وأنا أتفق طبعا مع الدكتور سامي، بتأمل الزوم ما يشوشش. لا واضح، سامعك كويس. في بندين طالما لم يتم التطرق إليهم في كل معالجة لقضايا العرب لن تكون أي خطة واقعية: مناطق النفوذ، الأرض، وعمليا استرداد جزء من الأراضي المصادرة، ومش عشان أنقذ دار أبو أحمد من الهدم ودار أبو مصطفى من الغرامات، لا، مناطق نفوذ قادرة على استيعاب بناء أحياء سكنية، مناطق صناعية، مؤسسات عمل. والبند الثاني هو قلب أساس الميزانيات للمجتمع العربي، بمعنى انه مش انا ابلش اوزع علب عرايس هون بوكجي وغاد بوعدك تغيير العلاقه مع المجتمع بعدين العربي. شو هاي الخطه؟ خمس سنوات لحكومه بعدنا اسا بدك تساليني شو مصيرها بشهر 6؟ يعني يوم الاثنين نتنياهو ساعود اليك دكتور سامي للتعليق. انا بتفق معك، ولكن انت بانا اريد ان الفت انتباهك الى نقطه اساسيه. قانون التسويات طبعا ينص على إنشاء إطار قانوني مخصص يمكن من التخطيط للمشروع في الجدول الزمني المطلوب للاقتصاد، ويشمل تحديد أولويات المشروع والقيمة الوطنية من قبل الوزارات والسلطات الحكومية في كل ما يتعلق في تحرير أراضي. يعني لماذا هذا البند غير موجود في الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي؟ طبعا يعني احنا بنحكي بتكامل، احنا واحد بكمل بنحكي عن نتنياهو. يعني نفتالي بنت اسا بفوت عنده شبات كودش هذا يوم السبت، يوم السبت المقدس، وهو يهدس يوم الحد الصبح شو بده يكون مصير حكومته يوم الاثنين، وبيجي بحط لي خطة لخمس سنين وخطة لعشر سنين. طب روح دبر حالك بأكمل. طب بدأ أنت إلا مصير آخر، بدأ أنت إلا مصير بنيامين نتنياهو. شو مصير بنيامين نتنياهو الآن مع تمرير الميزانية؟ كانت هاي نقطة مهمة لنتنياهو، لتاريخ نتنياهو السياسي وتاريخ الليكود السياسي طبعا خلال 12 سنة. شوف، أول أن عشان نرجع للسياق المسار الطبيعي المنطق العام، طبعا في هناك استثناءات وقد تكون مفاجآت. المفروض أنه تمرير الميزانية يعطي حالة من الاستقرار لهذه الحكومة، لأنه حسب القانون الإسرائيلي إسقاط الحكومة يتطلب أغلبية عددية لا تقل عن 61 عضو كنيسة، وهذه الأغلبية مش موجودة. عمليا كل ما طال
المدة صار تتفاعل الأزمة. نتنياهو هو أن نحن نتكلم عن الشخص، ولكن نتنياهو بحد ذاته مؤسسة يا جماعة. نتنياهو وراه حتام مال، وأنا بقترح أنه هذا موضوع يعني سطوة حيتان المال على النظام الحكم الإسرائيلي، هذا موضوع قائم بحد ذاته. يعني بتواضع عم بحكي، كان عندي بحث وعرضناه بال2014 وما زالت أسسه قائمة وتتفاعل. عملية نتنياهو هو مؤسس، وهو الرجل القوي، هو الرجل القوي اللي بحثوا عنه حيتان المال في مطلع سنوات الألفين، وهو اللي قاد سياسة اقتصادية قائمة على ما تسمى المدرسة الأمريكية اقتصادية شرسة أسماها شمعون بيرس، يعني مش لا سامي معاري ولا برهوم جرايسي، سماها شمعون بيرس من على منصة الكنيسة سياسة اقتصادية خنازيرية بشراهتها. هو حينما كان وزير مالية في حكومة أرائيل شارون وعمق ووضع أسس لهاي الحكومة، حتى حكومة أولمرت استمرت فيها. بمعنى الآن ما هو سيكون مصيره؟ كلما قلنا كلما طالما الزمن أنا باعتقاد أنه سيكون أضعف. المشكلة أو لا، ما يلعب لصالح نتنياهو أنه فيش أمامه شخصية قوية، كلياتنا دولة دمى كوماشية، أقواها قد يكون من ناحية المال نير بركات اللي كان رئيس بلدية الاحتلال في القدس، والمال هنا يلعب شيء. ثروته تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون دولار، ومنعرفش بعد أرباح الكورونا وين وصل. إسرائيل كاتس الشخص القوي في التنظيم الحزبي وفي القواعد الحزبية، وبعدين بتبلش تطلع فقاقيع أسماء مثل يولي إدلشتين اللي يعني كمان هو يرتكز إلى حوت مال كبير روسي والد زوجته، وطبعا تطلع أسماء. السؤال إنه متى ستجري الانتخابات في الليكود؟ لا أحد يعرف. كلما كان الوقت مبكر هذا سيلعب لصالح نتنياهو. الجانب الآخر الذي يجب ذكره هو قضية المحكمة. يعني إذا ليبرمان قعدت قضيته من التحقيقات تبتت المحكمة حوالي 13 سنة، أريه درعي تفات على باب السجن قعد 8-9 سنين. يعني نتنياهو لربما نترك يعني أوراق وصايا لأحفادنا تيقولوا لنا شو بده يصير في محكمته. يعني مر عليها 6 شهور بعدين بيحكوا على شهود 2 أو 3، والحديث على محكمة اللي فيها مئات الشهود. إيش يعني المسألة مسألة وقت. طيب ختاما دكتور سامي، وفي دقيقة لو سمحت لأن الوقت دهمنا، ما المطلوب اقتصاديا للمجتمع العربي كي ينهض فعلا ويكون مؤثر إن صح التعبير؟ بلشت تجاوب على هذا السؤال سابقا. أولاً أنا بدأ أحكي بس بجملة في قضية نتنياهو. الحكومة الحالية تستخدم أسلوب تجفيف نتنياهو الآن. أعتقد أن يعني تمرير ميزانية الدولة سوف يعني هو المسار نحو تجفيف نتنياهو، والحكومة الحالية يعني إذا استمرت على الأقل عامين أنا أعتقد أن نتنياهو سوف يجفف بشكل كامل وسوف يغيب عن المشهد السياسي. ولكن طبعا هنالك توقعات دائما لا نعرفها. الآن في قضية المجتمع العربي والاقتصاد في المجتمع العربي هنالك مطالب عديدة. الحديث يدور عن خطط اقتصادية، هذه الخطط يعني لا ترتقي أن تكون هي خطط سد فجوات، إنما خطط لتطوير المجتمع العربي. وتطوير المجتمع العربي يعني أن الحكومة لا تلتزم إلى أن تصل إلى خط المساواة بين العرب واليهود، وتبقي المجتمع العربي طبعا في خط دنيوي. الآن ذلك العديد من المطالب. أولا المطلب الأساسي بأن تكون هنالك ميزانيات تطوير وليس ميزانيات جارية للسلطات المحلية. المطلب الثاني أن لا تكون مطالب المجتمع العربي من منظور رؤساء السلطات المحلية، إنما من منظور التطوير الاقتصادي لكافة الفروع الاقتصادية للجماهير العربية. المطلب الآخر وهي أن تكون هنالك ميزانيات من أجل رفع يعني تطوير المجتمع العربي وبناء بنية تحتية للاقتصاد في المجتمع العربي، على سبيل المثال بناء مستشفى وبناء جامعة عربية وبناء كليات عربية في داخل المجتمع العربي التي تعطي فرص أيضا عمل كبيرة جدا للمتعلمين وغير المتعلمين في المجتمع العربي. يعني نحن نعلم أن القطاع الخاص العربي كان له دور ريادي ودور أساسي في قضية النمو الاقتصادي في المجتمع العربي. انظر ماذا حدث في سخنين عرابي، ماذا حدث في الناصري وشفاعمر وطمرة. هذه البلدان العربية تطورت بفضل القطاع الخاص، بفضل زيادة إنتاج القطاع الخاص في المجتمع العربي. ونحن نتحدث عن إنتاج القطاع الخاص في ملكية عربية وليس في الشركات
التي تأتي وتستثمر في القرى والمدن العربية. لذلك يجب على الخطة أن تشمل أيضا مساعدات ومساندات للقطاع الخاص، خاصة أن هذا القطاع تضرر كبيرا في جائحة الكورونا الأخيرة. لذلك من المهم جدا أن تكون هنا في الخطة أيضا بنود واضحة المعالم، كيف يمكن إعادة عافية القطاع الخاص في المجتمع العربي وتغيير المنظومة الاقتصادية والسياسية الإسرائيلية وعلاقتها مع المجتمع العربي. شكرا لك دكتور سامي معاري، محاضر في جامعة تل أبيب وجامعة أكسفورد ومدير المنتدى الاقتصادي العربي، والسيد برهوم جرايسي باحث ومحلل سياسي، شكرا لكما. شكرا. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حوار الساعة، تابعونا في الحلقة المقبلة وكونوا بخير.